بشكل تفصيل وبشكل مفصل أكبر حول أداء الأسواق العالمية. تنضم إلينا الآن لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك لينا. لينا، هل بالفعل نحن على مشارف أزمة في مجال الطاقة وفي قطاع الطاقة خاصة مع دخولنا لفصل الشتاء؟ نعم، بالفعل هند، يعني أزمة الطاقة بدأت تلوح بالأفق، وربما يعني تحتاج هذه المشكلة حلها ربما عدة أشهر على الأقل حتى عام 2022. هناك بالفعل تعثر في سلاسل التوريد، اختناقات في سلاسل التوريد، تعثر في سلاسل إمدادات الغاز والفحم. نتيجة هذا التعثر شهدنا انقطاع في الكهرباء في الصين وفي دول أوروبية وأيضا في بريطانيا. أزمة بالفعل، أزمة حقيقية. فبالتالي نتيجة دخولنا فصل الشتاء فأصبح الطلب العالمي تحول من الطلب على الغاز والفحم إلى الطلب على النفط. لهذا السبب عم نشاهد نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والفحم، أو نتيجة تعثر سلاسل الإمداد بدأنا نشاهد أيضا التحول للطلب. ولهذا السبب عم نشاهد ارتفاعات لأسعار النفط، ارتفاعات قوية. رغم بعض التراجعات التي نشاهدها اليوم على أسعار النفط هو بسبب ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب معها تقرير بترول الأمريكي ب 3.3 مليون برميل يوميا. لكن تبقى مشكلة الطاقة، نحن مقبلين على فصل الشتاء، تعثر في سلاسل الإمدادات. هذا السبب الذي السبب الرئيسي في التحول من الطلب من الغاز والفحم إلى الطلب على النفط. ربما نرى مستويات نتيجة أزمة الطاقة، مستويات أسعار النفط تصل إلى مستويات 90 و100 دولار. نحن نعرف أن أزمة الطاقة ربما تشكل بعض التعثر في الطلب العالمي على النفط، لأن نعلم أن ارتفاع أسعار السلع، أسعار النفط، سوف تؤدي إلى ارتفاعات التضخم، ارتفاعات في أسعار السلع. فهذه المشكلة الحقيقية التي طيب تصبح. لينا، بالحديث عن السلع أيضا، الذهب، هناك ارتفاع في أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي. ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع، وهل ستستمر هذه الارتفاعات أيضا؟ نعم، بالنسبة لأسعار الذهب عم نشاهد هذه الارتفاعات، يعني الذهب في حيرة من أمره نتيجة تراجع الدولار الأمريكي، أيضا تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ربما أصبح بات من القريب تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير الناتج عن ارتفاع السلع. أسعار النفط عم ترتفع بشكل كبير ونتيجة أزمة الطاقة وأزمة سلاسل التوريد. لكن ما سبب ارتفاعات بالفعل لأسعار النفط هو فقط تراجع الدولار الأمريكي الذي تسبب بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني. لاحظ هذه التراجعات من 7.9% ل 4.9%. بالرغم من ارتفاع مبيعات تسدي، لكن الانتاج ايضا الصناعي في الصين تباطأ في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي استفاد الذهب من تلك البيانات الصادرة عن تباطؤ في الاقتصاد. ماذا يعني؟ أن الاقتصاد الصيني يشكل 18.9% من الاقتصاد العالمي، وأي تأثيرات في هذا التباطؤ، يعني هناك خلل في التباطؤ ربما يشكل في الهند، في اليابان، وأيضا ربما يمتد التأثير باقتصاديات دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأيضا اليابان وغيرها من الدول. لا نتحدث عن انكماش في الاقتصاد الصيني، لكن هو بالفعل تباطؤ. فأزمة الطاقة هي أزمة بالفعل حقيقية، أزمة سلاسل التوريد ربما تحتاج لعدة أشهر، ربما سنة لن تنحل حتى عام 2022. فلهذا السبب سيكون تأثيرها على تعثر الاقتصاد العالمي. لهذا السبب الذهب يستفيد، نحن يعني الذهب دائما يستفيد بأنه أيضا هناك تباين في أداء العملات مقابل الدولار الأمريكي. سبب باختصار لو سمحتي بالنسبة لهذا التباين.
نعم هند. هناك أداء أيضا، تباين في أداء العملات مقابل الدولار، الأسباب الرئيسية لهذا التباين باختصار؟ نعم بالفعل هناك الدولار، مؤشر الدولار الأمريكي اليوم عم بيتراجع نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالرغم أنه يجب أن يستفيد الدولار الأمريكي من تقليص برنامج شراء السندات، لكن المخاوف من تلك البيانات الاقتصادية القادمة كانت من الصين من الولايات المتحدة الأمريكية أثرت على الدولار الأمريكي، بالتالي هناك عملات مثل الجنيه الاسترليني هناك نعم. شهدنا بعض الارتفاعات، يعني عم نشاهد بعض الارتفاعات بسيطة الآن على مؤشر الدولار، لكن بشكل عام الجنيه اليوم استفاد بسبب رفع أسعار الفائدة نتيجة التضخم المرتفع بثلاث أكثر من 3%. هناك توقعات لينا قنوع محللة أسواق مالية في مجموعة إيكويتي، كنت معنا عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.